انا من بعد ما سمعنا ما لك حبي الاول، وطبعا هذه الاغنيه والفيديو كليب اللي نزل للمده الاخيره، رويده لو تحكي لنا اكثر على تفاصيل الاغنيه والفيديو كليب وكيف تم التصوير. اوكي، الاغنيه طبعا كانت ضمن البوم 8 اغاني، جدد دوزوز اغاني معه ودم سجل اعاده توزيع اللي ما عندك محلنا. قعدنا ننزله، بعدين طبعا سافرت لتونس، كان عندي شغل غادي في ولايه بنزرت تحديد. طبعا سيدة منيا سكراني، برضو نشكر وليد جبالي مدير اعمالي، تحياتنا لهم اكيد. ايه، وقفوا معي هلبا وساعدوني ودائما معي شقيتهم، تحياتنا لهم تحياتنا لهم. وطبعا ننساش عزيزتي وفاء الغواري، ربي يحفظها ان شاء الله. طيب، هو على سيرة وفاء، يعني برنامج تجوا من الاستوديو لعند تونس. ايه، ربي يحفظك. طيب، كيف تم التنسيق واختيارك للكلمات اختياري للكلمات هي من تقريبا سنتين فاتوا، اخترت الأغاني، بعدين سافرت سجلتهم في تونس، روحت تاني شوية لهنا الأغاني، بعدين سافرت سجلتهم في تونس، روحت تاني شوية لهنا وكي، بعدين رجعت بدأت ننزل فيهم بالوحدة. يعني حلو، وصلنا مالك حبيبي الأول. طيب، مالك حبيبي الأول مشيت لي بنزرت، طبعا كان في مخرج اسمه وسيم عكاري، نوجه له تحيه برضو، شاب صغير وحابب يشتغل، فسعد جدا بالتعامل معاه. اكيد زي ما قلت لك، في ناس كانت معي يعني مانيش بروحي، في ناس في فريق عمل كامل يشتغل معي، هو يعني الفضل ليه اليوم اللي مكلينه فيه، وان شاء الله مزيد نقدم، ربي يوفقنا يا رب. طيب، التسويق للالبوم، يعني هل بتطرح الالبوم كامل لانك حبيب الاول كاول سنجل او بينزل سناجل؟ لا نزل سناجل، هو بالسنجل نزلوا فيه. هي مش اول اغنيه، هي تقريبا رابع اغنيه نازله مانك حبيبي الاول. طيب، في قبلها مكتوب لي توزيع جديد، علمني غير ابعد عني خليني ومانك حبيبي الاول. الفكره هي فكره توزيع عاقل، يعني خلاك تمشي بالاستراتيجيه هذه مش استراتيجيه الالبوم. هل مش حابه انك تظلمي الاغاني وكل اغنيه تاخذ حقها عند الجمهور؟ اي اكيد، وبعدين حيكون عندك حيكون الجمهور متشوق يعرف جديدك. لما تنزل ألبوم في أغاني، أعتقد أن ما اخترنا إحنا 8 أو 10 أغاني، حيكونوا أغاني حلوة وقنينة واشتغلنا عليهم صح. أيه، ووزعناهم بطريقة كويسة، تغنوا بطريقة ما ينزلوا 10 أغاني في ألبوم واحد اثنين، هادو حتنظم ومش حتنسمع ممكن. فاخترنا أن إحنا يكونوا قل وفسر ينزل نص شيء لأننا نشتغل عليه ألبوم تاني. حلو. طيب، أسألك رويد، بعد ما تنزلي الأغاني والسناجل تابع أكيد في ردود الأفعال الجمهور ولا من خلال التعليقات ممكن كذا؟ هو مش ديما صراحة، أنا على صفحتي على حسابي شخصي على الإنستغرام. طيب، من خلال أنك مفرح رويد، أمر يعني ممكن قاعدة تتذكر فيه؟ بالعكس، تعليقاتهم كلها الإيجابية والسلبية، لو حتى في اللي ينتقدني مثلا أو تبدأ عنده نقطة مش عجباتها، فنفرح بالشيء هذا. حلو، بالعكس نستفيد منه ونحاول إننا نصلحه في المرة الجاية وباش يكون الأفضل. نحاول إننا، هو إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن نحاول بحكم إني يعني نغني مدبية صوتي يوصل للناس كلها، فنحاول إننا نسمع كل الآراء. بس في كومنت يعني ظريف، هو باهي لما نزلت مكتوب لي توزيع جديد، كتبت لي بنوتة قالت لي ما شاء الله عليك رويدة، غنيتيها أحلى من اللي تغني فيها الأصلية. فهي تحساب إن الأغنية مش لي أساسا، تحساب اللي غنتها رامي وأنا في 2006 صح؟ ايه لا 2000 او الفنان ينضج ويتغير يعني من فتره لفتره. شكرا. بس حلو صوتك في كل حالاتك. شكرا. وعلى فكره يعني اغلب النقاد الفنانين والمتتبعين في الساحه الفنيه في ليبيا دائما في شهاده يقولوا ان رويدة عمر صاحبه صوت مميز ورائع جدا واداء حلو، بس دائما في بس ان رويدة ممكن ظلمت نفسها شويه في خلال المسيره، ما عرفتش او الطريقه اللي تشتغل بها او اختياراتها هي اللي كانت غلط، فشن تردي على هذا الكلام المتداول؟ بالعكس، ما منشوفش في اختياراتي غلط، على كتر ما كنت بطيئه في الشغل فقط. بطء هو اللي ممكن تقصير مني، التهاب
يعني بأمور الدنيا والحياة وهيك، فبعدت شوية على الفن. بس ما نحسش في اختياراتي خاطئة، بالعكس لو اختياراتي خاطئة ما كنتش نوصل للناس، ما كانتش الأغنية مثلا حتى لما أنا نغيب الناس تقعد تسمع فيها وتردد فيها، حتى الناس ما تعرفش حتى اسمي، بس الأغنية تضرب وتوصل. طيب بالنسبة للتوزيع رواداد يعني؟ لا 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 مش دائما بصراحة. شنو المشكلة اللي تصير في فترة التوزيع؟ هو شوف معلي قد الامكانيات اللي عندي، يعني في الاغاني ذاك الوقت حل. 2009 خشوا شويه الات جديده، توزيع جديد، ايقاعات جديده. 2009 اللي ماشي وقت. في 2019 حاليا تغيرت كل الليبية، يعني خليني نقول لك ما شاء حتى طلعوا موزعين شباب وبامكانيات، يعني راهو مرات تلقاها بسيطه بس نزل ومواكبين برامج وكي ايه، فكل وقت وقته نواكبه في الوقت. فهمتني؟ فما الاغنيه اللي نحسها انظلمت نعاود نوزعها جديد. ايه حسيت ظلمت مكتوب كانت ملقي التوزيع. حلو. طيب رويده في العاده يعني الفنان والدول العربيه ممكن بعدين اتجه لمصر او لبنان وغيرها، يعني هذه الدول الرائده في صناعه الفن. فبس عندنا معلومه تقول ان رويده من اللي كان عمرها 10 سنين كانت تغني في لبنان. بالعكس صار العكس، رجعت لليبيا. فاحكي لنا شوي عليها. صغيرين نغني العربية عادي زي أي فنان، زي أي مرد بينجح يوصل حلمة أو صوته. فسافرنا بحكاية ونمشي يعني ويمشي ويجي. فمشيت لي مصر، مشيت غنيت في زائر، هذا كله وأنا صغيرة في السن حتى ما نبدأ ممكن، أو خليني نقول في نفس الوقت اللي بدأت فيه في ليبيا. ليش ما استمرتش المراحل أو المحطات هذه؟ كانت قصيرة شوية يعني. مش قصيرة شوية على كتر ما أن كانوا عندي أولويات في حياتي اللي هي الدراسة، العائلة أثر على الموضوع جدا. طيب حاليا رويدة برضو حاب نسألك، يعني مفكرة تغني بلهجة غير الليبية، أو ممكن يكون يعني انتشارك أو تسهلك الانتشار، أو ممكن هذه اللهجة توصلي من بعد الأغنية الليبية؟ فمفكرة في الموضوع اللهجة؟ سؤال صعب والإجابة حتكون أصعب. لا والله يلا. صراحة يشرفني أكيد نغني بأي لهجة تانية، بس أنا ما نحبش إلا نغني بالليبي بس، لأن في فنانين انتشروا عربيا وعالميا بلهجتهم كلمتهم. إيش لكس؟ طيب ليش اليويد نشوف الأغنية الليبية يعني مواجهة صعوبة شوية في أن تنتشر الأغاني الليبية باللهجة الليبية؟ إذا كان هو الفنان اللي بيغني لك الأغنية هذه بروحها يحصل في صعوبات من الدعم، ما فيش دعم، ما فيش من يدعمه، في تقصير. حتى الأغاني اللي مش نسمعه فيها ونشاهده في يوتيوب ولا نسمعه فنانين اللي نشوفه فيهم، رأى كلها بمجهودات ذاتية، لا في شيء إنتاج وراء ولا في وزارة ثقافة تدعمه ولا في شيء، يعني فهمتني؟ بالعكس هو كانوا الفنانين مقلب فئة مظلومة فيه، فمستحيل أنه هو يعني بفاقد الشيء زي ما يقولك لا يعطيه. كيف تبي يوصل الأغنية إذا بيطرح زي ما يقولوا؟ طيب ما حسيش كل الصعوبات اللي انت ذكرتيها توزع ممكن ساعات مصرية وكنت تكون جاول لي مولحن لي أن الموضوع هذا حيسا حي. شوف في ناس اشتغلوا وقت لكن ما وصلتش، في ناس كانوا وراهم شركات إنتاج ومن يدعمهم ووصلوا أغانيهم في فترة معينة من الزمن، يعني فهمتني؟ بس اللي قاعدة نقول لك في ممكن شوية حتى مرات تقصير من المطرب نفسه أو الفنان، ممكن توا على السوشيال ميديا يسهل الموضوع الانتشار. حلو. يعني مثلا يقرأ يفتح قناة يمولها على اليوتيوب يجيب فيوز شيء، بس ممكن انت روي ممكن يعتبر على السوشيال ميديا معقول لنوعا ما. فشن السبب انه مرة يكون في غياب على السوشيال ميديا وبعدين يكون في تواجد التذبذب هذا؟ من اي ناحية السوشيال ميديا تحكي؟ على مثل الفيسبوك الانستغرام، ممكن توحك على الانستغرام ناشط اكتر وتنزلي في اخبارك وكذا، فيسبوك ما فيش تواجد، واليوتيوب برضه. فيسبوك عندي حساب بس حساب خاص بي يعني بالعائلة بأصحابي ايه بزملائي فقط، حتى ما فيش تبحث ما تلقاش يعني. حلو حلو. بس على انستغرام اللي هي صفحة بابليك عامة يشوفوها الناس كلها يتابعوني. حلو. وعلى حتى الانسان يكون مشغول بس نبدأ مشغولة او شيء فنضيف. طيب تحسي ان الفن لك يومية مع الفنز والجمهور، هذا حيزيد انه يخليه يكون موجود مع الناس اكتر، او ممكن حيكون لا يعني شيء ممكن يرد بالعكس عليه؟ ايه اي شوف محمد، اي شيء يزيد عن حد ينقلب ضده. انت تخليك شد العصا من النص، يعني ما تخليكش قريب هلبه من الناس او توريهم كل شيء عليك، وفي نفس الوقت ما تغيبش عليهم مره واحده.
انا ضد ان انا نشارك مثلا على ستوري بتاعي شنو ناكل شنو في الحوش كذا، لان هذه حياه خاصه يعني كفينا نحن. محمد تعرف انت اغلبيه الوقت عايشين تحت الاضواء العين علينا، فنفرح لما نخش للمأوى بتاعي هذاك الكيان بتاعي عائلتي بيتي فهمتني. فن ضد اني نشارك حياتي اليوميه يعني مع في مره شاركتي شيء على السوشيال ميديا وندمتي عليه بعد ايه هل بقى نمسح دي ما نمسح تمسح تلاحقي تمسح ليكون انتشر خلاص اللي لا 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 انشاف يعني تقدر حتى كان انشاف تقدر تمسح عادي ايه طيب مش حتحابه تقولي لنا شنو الاشياء اللي نشرتيها او الاخبار او مش اخبار على كتر ما تكون انت مرات تنزل بوست ايه بعدها تقول باهي ناي مثلا على مفروض انا ما درت شيء او تنصدم ايه كيف تنصدم مثلا طيب حنقول لك حاجه تنزل بوست مثلا لصديق ليك او لشي محمد بعدها تتفاجئ ان الصديق هذا غير صحيح فنمسح على طول طيب في برضو قصة تصير مع أغلب الفنانين رويدة على السوشيال ميديا إن مرات الإنسان يعني من حقه أو الفنان من حقه يعيش طبيعي على السوشيال ميديا زي أكيد. زي أي فنان وإنه ممكن لو صار خبر أو أي شيء إنه يعلق على أي موضوع من وجهة نظره فتواجه فيك مشاكل إن اليوم مثلا الكل مثلا يقول يعني تمارسي حياتك طبيعي بشكل عادي بس تحسين الناس لا مش متقبلين إنه فنان لا في عندي تحفظ شوية في المشاركة مشاركة رأيي على يعني على حتى الأغلبية تعفير فيك بس كان شيء عجبني لايك وخلاص ما نقدرش أخبار عامة تصير ما تحبيش برضو تعطي رأيك فيها لا 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 نهائيا نهائيا خصوصا رأيي نحتفظ بيه لنفسي نقول اللي نفسي لأنه أولا وأخيرا هو حتى لو بيقراها مش حيفيده مش حيدير لشيء يعني فهمتني مش حيساعده في شيء فلا يفيدني البوست نقراه والرأي نخليه لنفسي يعني فهمتني بس ممكن دير لايك حلو من السوشيال ميديا رويدة خلي نختم حديثنا في هذه الفقرة ونطلع ونسمع هذه الأغنية وراجعين ومكملين مع رويدة عمر انستا السوشيال ميديا رويدة خلي ناخذ محادثتنا في هذه الفقرة